أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات. وجاء في بيان لمجلس الوزراء فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية. وأضاف نفس المصدر فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر في أقرب الآجال. أما بخصوص دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات فسيتم الحسم فيه قبل نهاية السنة الجارية بعد تقديمه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.